لا زالت انطلاقاتنا متواصلة هنا على هذا الميدان وفي هذا السباق، سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار وسط هذا الحضور الجماهيري الغفير وهذه الشعارات أيضا المزدحمة هنا على أرضية الميدان التي تتنافس من أجل الحصول على الناموس والحصول على الفوز. إذا انطلقوا مباشرة إلى صدارتنا وإلى المقدمة هناك كما عودتكم دائما مع الريادة هناك وفي القيادة شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت، هذا شعار بالضعيف هنا على المقدمة وعلى الصدارة. ثاني مراكزنا هناك من الجانب الأيمن اللي في ثاني المراكز هناك حشيم لعبد الله بن طالب ابن هلي مع حشيم في موقع الحشمة، في موقع الفوز، في موقع الناموس هناك في الصدارة، اللي في الصدارة عفوا او حامل رقم 22 سراب لمحمد بن علي بن سعد بن جابر النابت، هو من على مقدمة هذا الشوط، هو من اللي ينطلق بهذه الانطلاقة الصباحية في هذه اللحظات. ثاني مراكزنا يبقى مع شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت، وفي ثالث المراكز هناك للطام لعبد العزيز بن بريك المري مع للطام في ثالث المراكز. للطام اذا للطام يبدل المراكز هناك ليبقى في ثالث المراكز يراقب الاجواء. اما ثالث رابع مراكزنا فارى وصول الرمادي لراشد، راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع رماد، واللي في رابع خامس المراكز اللي وصل في هذه اللحظات شاهين لسالم بن طالب المري مع شاهين، من به نختم نداءنا لاسمائنا المتقدمه هنا في هذا الشوط كما ترون امام اعينكم وعلى شاشات التلفزيون وتسمعون عبر الاثير. اعود اذا مع الصداره مع القياده والرياده، ومسافتنا لهذا الشوط او لهذا السباق هي 4 كيلومترات، مسافه ليست بهينه، مسافه ليست بهينه، مسافه قويه سنرى فيها المنافسات ونرى فيها المعارك في الامتار الاخيره ونرى اسماء لم نراها ولم ندعها حتى الآن. ومن هنا أعود إلى الصدارة، أذهب هناك مع شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت، هو من في المقدمة، شعار النابت إذن في صدارة هذا الشوط مع شاهين. ثاني المراكز اللي يرافق شاهين في هذه الرحلة، رحلة البحث عن الناموس، ثاني مراكزنا هو شاهين أيضا لسالم بن طالب المري. ومن واقع هذه الأسماء أرى أن السلالة الشاهينية تسيطر وتهيمن وتحكم قبضتها على أول المراكز وثاني المراكز. أما ثالث مراكزنا فهناك الوصول من جانب الرمادي، هذا الرمادي لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف مع الرمادي، واصل الرمادي في ثالث المراكز. رابع المراكز أرى أيضا الوصول والاندفاع من جانب اللي في رابع المراكز للطام لعبد العزيز بن بريك المري، والله الله الله على خامس المراكز من به نختتم نداءنا، هذا سراب لمحمد بن علي بن سعد بن جابر النابت، هو من يتسرب مع سراب إلى خامس المراكز باحثا عن نقطة هذا الشوط، باحثا عن نقطة هذا الشوط ويريد انتزاعها بكل قوة. أعود هناك إلى الصدارة، إلى الريادة، إلى المقدمة والقيادة، لا زالت يستلم زمام أمورها شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت، هو من يقود هذه الشعارات هنا على أرضية هذا الميدان وسط هذا الحضور وفي هذا السباق، سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار. لا زال يقود هذا الكبير هناك وهذا المتميز شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت هناك في المقدمة وعلى الصدارة. ثاني المراكز أرى الواصل والقادم شاهين لمسالم بن طالب المري هناك في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز أرى هل الطلايب واصلين، واصلين هل الطلايب على ثالث المراكز. هذا اللي واصل ما دعناه إلا في هذه اللحظات شاهين لعلي المري، وفي رابع المراكز أيضا وصول حشيم لعبد الله بن طالب
بن هليل، وفي خامس المراكز الوصول والاندفاع من جانب شاهين لحمد بن سالم النابت بعدما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير هناك بقيادة شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف، مع شاهين في صدارة هذا الشوط مع هذه السلالة العريقة، السلالة الشاهينية، دماء شاهين هنا على الصدارة وعلى المقدمة. يا سلام يا شاهين على هذه الانطلاقة لمحمد بن سعيد ابن مبارك الضعيف النابت، ولكن هل الطلايب واصلين؟ ثاني المراكز واصل هناك شاهين ايضا لعلي المري، وارى هذا القدوم، الله 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 باب 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 على هذا الوصول وعلى هذا القدوم شاهين لخالد بن محمد المري على ثاني المراكز. من يشكل الخطورة ويشكل هنا الدينجرس على المركز الاول على مقدمة الشوط؟ الله يا شاهين لخالد بن محمد المري. اعود اذا اعود هناك مع الصدارة، خلونا مع هذه المعركة الطاحنة ما بين شاهين وشاهين، هذه السلالات العريقة. الله 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 الله، ولع الشوط ولع الشوط ما بين الشواهين شاهين شاهين بن نابت وما بين شاهين شاهين خالد بن محمد المري، ولكن الله يا شاهين تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت على هذا الأداء وهذا العرض اللي في ثاني المراكز. شاهين أيضا لخالد بن محمد المري، وفي ثالث المراكز حشيم لعبد الله بن طالب بن هليل، تهانينا لهم والناموس لتوقيتنا الزمني لهذا الشوط. 6:22 79 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس، وتحطم التوقيت هنا تحت أخف شاهين لمحمد بن سعيد بن مبارك الضعيف النابت، تهانينا له والناموس.